ولاد ديال بولينغ تفضل معايا تحت الصفيقات ديالكم. يلا كلشي الشعيره. يلا 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 شجعوه. يلا 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 شويه حمزه بشويه خويا. ايه بشويه عليك اخويا. مزيانه حمزه مزيانه حمزه مزيان مزيان. يلا حمزه محاوله ثانيه عندك. بقاو لك ثلاثه ديال ليكي. تقل تقل شوي عليك شوي عليك. ما ديش علينا حنا تقل. مريم ما غيحرمك من والو تما. يا رب يا رب شويه حمزه خويا عافاك شويه بشويه حمزه بشويه عافاك خويا. بسم الله بسم الله بسم الله. مزيانه ما مزياناش. لا لا معليش 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 معليش. يا جوي يا جوي ماشي مشكل. سؤال كاش غالبا غالبا تيكون سؤال سهل. اذا شوفوا سؤال كاش هو نادي رياضي معروف بالزعيم دار سنوات قليله من بعد الاستقلال كاين دابا في سلا حدا غابه معموره مريم تيساغ. يلا شكون هو؟ واش الفتح الرباطي؟ واش الوداد البيضاوي؟ واش الجيش الملكي؟ واش الرجاء البيضاوي؟ ولا المغرب الجيش الملكي؟ جيش ملكي صافي طب نادر مالكيش. اذا الجيش الملكي هو الجواب الصحيح. غنستقبلوا صاحب المهمات الصعبه سيدي كيحامي عليا اللي واقف معايا شادي اللي عنده الامانه. تفضل اسي شادي. اجي عشيري تفضل معايا. خليك ليليا غزالي خليك ليليا. يلا يلا تحية كبيرة للفنان الحبيب ديالنا سعد المجرد وتبارك الله على الأغنية الرائعة الأخيرة. إذا الأمانة هي كالتالي. بسم الله بسم الله. دعوم قال هذا 200 300 400 600 800 800 درهم هي اللي هي اللي دارت في العداد. جات لك 200 درهم هذه بيان سور ما غاديش تمشي. غادي تمشي عندي. كنضحك معاك. غترجع للكوفر 800 درهم. صفقوا لي على شادي اللي غيجي عاوتاني ياخذ.